قدمت الدولة المصرية العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بعلاج ومكافحة الأمراض الأكثر تأثيراً في المواطن المصري. فالمبادرات الصحية ساهمت بشكل كبير في تعزيز النظام الصحي بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصري من الإهمال الصحي. وقد ساهمت تلك المبادرات في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيراً على المواطن بهدف تخفيف معدلات انتشار الوفيات مثل الأمراض المعدية وأمراض التهاب الكبد الفيروسي والبلهارسيا والدرن والأمراض المزمنة وغير السارية مثل القلب والسكر والفشل الكلوي. ومن أبرز المبادرات التي جاءت في المجال الصحي وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هي مبادرة 100 مليون صحة. أعلنت مصر حربها على فيروس سي بإطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج المصابين مجاناً، بالإضافة أيضاً للمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار جراحات والتدخلات الطبية الحرجة والتي تمكنت من إجراء 1,900,000 عملية جراحية، والمبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديث الولادة والتي قدمت خدمات الفحص السمعي لـ 4,997,000 طفلة. ومؤخراً إطلاق مبادرة 100 يوم صحة والتي أطلقت في 25 من يونيو وقدمت خدمات سواء من مبادرة صحة المرأة أو الأمراض المزمنة وصحة الأم والجنين والمقبلين على الزواج والكشف عن أورام البروستاتا والقولون وغيرها من المبادرات الصحية المختلفة التي تهتم بصحة المواطن المصري. من مصر ياسمين جبريل.